أهلا بكم. تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. نقلها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين لسموه بمقر إقامته بالدار البيضاء في المملكة المغربية أمس. وكان في استقبال سمو ولي عهد أبو ظبي لدى وصوله مقر إقامة خادم الحرمين الشريفين وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وعدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية. ونقل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحياتي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى خادم الحرمين الشريفين وتمنياتي سموه للمملكة قيادة وشعبا كل تقدم وازدهار. من جانبه رحب خادم الحرمين الشريفين بزيارة سمو ولي عهد أبو ظبي لمقر إقامته، وحمله تحياتي وتمنياتي الطيبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وتبادل سمو ولي عهد أبو ظبي وخادم الحرمين الأحاديث الودية التي عكست قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين، إلى جانب بحث دعم التعاون الثنائي بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ومن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء والمسؤولين.